الاثنين توجهي لدراسة الطب زي ما قلت لك كان في دفع من والدي، لأنه كان يرى أن ممارسة المهنة الطبية هي المهنة الوحيدة اللي خرجت عن نطاق سيطرة الدولة، والكل مهندس وغيره كانوا موظفين في الحكومة إلا الدكتور. لكن في نفس الوقت هي لما أنظر إلى نفسي ألاقي أن أنا تركيبتي الإنسانية خدمية، أنا بحب أخدم الناس وأشعر بالسعادة بده. فتلاقيني في الوقت ده توجهي للطب كان جزء منه. مفيش مهنة زي الطب في خدمة الآخرين، مفيش مهنة زي الطب في العمق العلمي الذي يجعلك أحيانا فيلسوفا وأحيانا عالما. وفي نفس الوقت بمرور السن أنا النهاردة 80% من عملي خدمة للمجتمع، لأن هو في نهاية الأمر هي تركيبتي الثقافية والنفسية. اللي جايز دراسة الطب كانت مؤهلة لأن يكون ذلك أكثر فاعلية. في رسالة في شغلتي وتخصصي أنا دايما بحب أقولها للشباب، لأن أنا لما تخرجت من كلية الطب كنت أود تخصصا غير التخصص اللي أنا اخترته دلوقتي اللي هو تخصص التوليد وأمراض النساء، وتعرضت لبعض الظلم في هذا الوقت يجعل اختياري الرئيسي غير ممكن. مش عايز أخش في تفاصيله، لكني في هذا السن الصغير قررت الهجرة وأرسلت إلى الجامعات في أوروبا وأمريكا وامتحنت المعادلة وقبلت في جامعات في الولايات المتحدة. معاد سفري كان له وقت. أثناء الانتظار اشتغلت نائب ريزيدنت أمراض نساء وتوليد في القصر العيني، فوقعت في غرام المهنة من أول أسبوع وتغيرت حياتي. فساعات للشباب بقول لهم مش الظلم ساعات يكون لك فايدة، وتوجهاتك في الحياة قد يحكمها ما لا تظن أنه خير لك. أنا تخصصي ده نجحت فيه وكبرت فيه وخدت شهاداتي بسرعة فيه، والحمد لله أن أنا تحقق لي هذا النجاح في وقت قصير، وسافرت في إطاره إلى الجامعة وتعلمت في إطاره ما يخص التعليم. فربما يعني ما تظنه شرا يكون خيرا لك، فالناس مش مفروض أنها تيأس أبدا من تغير الأحوال، بل ترى في كل محنة فرصة.